ساكتين أنزيز. في ساكن واحد في جبراه. بناء على الفيديو اللي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي العنف اللي تعرضت ليه، عاود لينا سؤالك. كنت خارج بهالك جيت تتكلم عند الوالد، كنت خارج بنت قد شي حاجه خاصاني وبيت رجع للدار باش نفطر وصافي ما بقيش نخرج. كنت خارج بهالك ونتلاقى مع امي تبعوني من دون عباد الله، تبعوني انا حكروا عليا وبقاو تابعيني من دون تنشوف انا دايز من حدا عباد الله هرب من حداهم وهما واقفين تبقاو تابعيني انايا. باك شدوني صافي امي تداو عليا داكشي كاين في الفيديو اللي تنشر، تداو عليا التعجب خفية الحالة انايا وصافي هادشي اللي كنت. انت كنتي متوقع انه فيديو بحال هكاك ديالك مصور وغينتشر بحال ديك الطريقة؟ ما كنتش متوقع، ما كنتش متوقع داك الفيديو يوصل حتى لديك الدرجة، خصوصا من لقيتو ديك. وكيفاش تعامل والديك وداركم مع المشكل اللي وقع لك؟ كيفاش كانت ردة الفعل ديالهم؟ كانت ردة الفعل ديالهم هما بقى فيهم الحال وجاهم داكشي غريب، هما ما عمرهم داكشي كانوا تيشوفوه غير في التلفازة حتى ولاو تيعيشوه في دارهم. دابا شنو متأشن باش تطالب؟ نطالب بالحق ديالي وصافي، ودوك الناس ياخذوا منهم الحق وصافي، هادشي اللي كاين. وشنو هي رسالتك لرجال السلطة؟ رجال السلطة الله يكمل ليهم الدارك تاهم، الله يكمل ليهم ويخرج سبيسهم على خيرات ويكمل ليهم في العمل ديالهم والعنف ما يكونش في هذا الشيء. اختي يوسف تاكار رئيس وسط جمع الشمس الصحراوي للمغرب في العالم فرع مراكش فاعل جمعوي الحمد لله معروف في الواحة، كان الامتياز الحمد لله دائما كندخل مع الناس اي خصومة كندخل فيها كندخل بخيط بيض. طيب كنصرح الناس. تحدثنا عن هذا المشكل اللي وقعت عندكم نفس واحد سيدي ابراهيم ما بين رجل السلطه وما بين الطفل محسن. المشكل ديال الواحه انها الامن فيها داري الصغار الله يهديهم كيضربوا الخزنيه بالحجر، انا كنت معاهم لان كنت في حمله تحسيسيه. داري الصغار الله يهديهم هذاك بحال ولدنا اللي ضرب، والاخرين دوك المخزنيه يعني كانوا خدامين، لان في هذا الوباء حاليا حنا في حرب، الدري خصو يدخل الدار ديالو يقدر يجيب الوباء. هذو الاهم، وحنا درنا طلب الكونر ماجور والسيد الوالي على قبل العناصر درك الملك بيزادو هنا، يعني هاد الناس هادو حنا الراجل بعد اول حاجه نقول لك حنا حاليا دابا كنطلبوا من اي جريده بس الاب ديالو واش حنا رغمنا عليه ولا لا، الاب ديالو سمح البارح بالخطر ديالو اليوم راه يعني كيبقى الراي ديالو، لكن الاب راه البارح سمح دابا حاليا راه عند الناس حنا ما نطلعش عليه سمح بخطره، لكن اليوم راه طلبوا الله يعني كل واحد الدماغ ديالو باش اللي كاين. تمام، وشنو هي رسالتك توجهها للشباب ديال واحد سيدي ابراهيم وفي نفس الوقت للسلطه المحليه اللي كتشتغل عليها؟ راه الشباب حاليا السلطه المحليه والقرار الملكي راه خدامين، لان احنا في حرب خص الدراري يدخلوا دورهم، الدراري راه كاينه كورونا كاينه الكوفيد 19 راه غيجيب لي الدار ديالي غيخرج عليا انا الام ديالو خصو يدخل الدار ديالو، السلطه كدير الخدمه ديالها حاليا، حنا في الواحه عرفتوا شنو فيها؟ راه عرفتوا الواحه شنو فيها؟ يعني هنا كيعيشوا فيها، الله لك الحمد. Thank you.